دلوقتي بقى تعالوا نروح من النادي الاهلي بالجزيره، مقر النادي الاهلي بالجزيره وتدريب النادي الاهلي. النهارده معانا زميلنا شريف شعبان. اهلا بيك يا شريف شعبان، وطمنا على فريق النادي الاهلي النهارده والتمرين النهارده. تعالي ليك طبعا زميلي عبد الرحمن ولكل مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان. الاول مليون مبروك طبعا فوز الاهلي بالامس على فريق كبير، فريق الاسماعيلي، بهدفين مقابل هدف. اليوم التمرين كان في السادسه مساء، يمكن التمرين شغال الان، مفيش راحه للنادي الاهلي. النهارده في تمرين، بكره في تمرين، بكره في معسكر بعد التمرين عشان نلعب بعد بكره مع فريق الجونه. هو مفيش فرق بين ماتشين الشوط تقريبا، يعني ده 48 ساعه، تحديات كبيره جدا. ما فيش كده في الكوره، يعني بشوف كده في يعني في العالم كده ما بشوفش كده يعني. بس ايا كان هو ده قدر النادي الاهلي. النادي الاهلي مطلوب منه ينسى اي فوز، ينسى اي بطوله، ويفكر في الماتش القادم. كولر النهارده حذر لاعبي النادي الاهلي خلاص بالحديث على 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 حاجه واحده فقط، هي مباراه الجونه اللي هتكون بعد بكره. مباراه قويه جدا، معاها جهاز فني كويس جدا، لازم 3 بونت علشان خاطر طبعا احنا اتحاد الكوره ومفاجئنا وما نعرفش الترتيب المشاركه في افريقيا. وباذن الله باذن الله باذن الله نكون حاملين اللقب عشان نخلص من او نطلع من كل المطبات اللي ممكن تبقى قدام النادي الاهلي في الفترات المقبله. بطمنك زميلي عبد الرحمن، التمرين يمكن من الساعه 6 هو الاهلي الان في المران، يمكن على جانبي خلاص احنا اخذنا الجزء المسموح للاعلام بتصوير المران. الان بدا بقى مستر كورر يرفع الحمل البدني للاعبي النادي الاهلي اللي ما شاركوش امبارح في المران، اللي شاركوا في المران اللي شارك في المران طبعا، اللي ما بيشاركوش في مباراه امبارح، اللي شاركوا في مباراه امبارح بيعملوا ريكفرنج عشان خاطر يبقوا جاهزين للمباريات المقبله. يمكن امبارح محمد هاني خرج من المباراه او شعر ببعض الالام في الكاحل، احمد عبد القادر شعر بشد في العضله الخلفيه، الدكتور جاب الله بعد التمرين هيطمنا طبعا، يعني العضله الخلفيه ما افتكرش يكون موجود في مباراه الجونه. يمكن هاني لسه الموقف برده ما اتضحش، بس هاني اصابته اخف شويه من عبد القادر، باذن الله تكون اصابه عبد القادر برضه خفيفه، بس برضه هننتظر التصريح الرسمي من رئيس الجهاز الطبي للنادي الاهلي. بطمنك وبطمن كل جماهير النادي الاهلي ان الامور طيبه جدا، والامور بتسير على ما يرام وبتسير وفقا للبرنامج اللي وضعه مستر كورر المدير الفني ومدير الكوره الكابتن خالد بيبو. الامور كويسه جدا، وباذن الله باذن الله يكون الفوز من نصيب النادي الاهلي على فريق كبير هو فريق الجونه بعد بكره باذن الله. طيب شفنا تيشيرت عليه رقم 100 وماسكه عبد المنعم، ده كان احتفال بايه؟ 100 مباراة عبد المنعم ما شاء الله، يمكن يعني لاعب كبير، لاعب مهم في النادي الاهلي وهو منتخب مصر، والانظار كلها على عبد المنعم. 100 مباراة عبد المنعم يستاهل، عبد المنعم لعيب كبير جدا، وننتظر منه مزيد من التألق في الفترات المقبلة، لاعب مؤدب جدا ويستحق كل خير. طبعا عبد المنعم من الركائز الأساسية في الفرقة. طيب طمني عن الحالة الفنية للعيبة اللي كانت بتلعب امبارح، احنا بتقول لي عملنا ريكفري بس ما كانش في تمرين ليهم قوي يعني، ولكن بيتم تجهيزهم بقى للمباراة اللي جاية. وطبعا انت قلت حاجة مهمة جدا ان احنا بنفكر في مباراة الجونة مش في مباراة نهائي دوري ابطال افريقيا. مظبوط زميلنا طبعا ده عشان عبد الرحمن بتاع كورة، طبعا دايما لعيب النادي الاهلي او لعيب في مصر عموما او اي لعيب كره في العالم بيفكر في البطولات الاهم، في الماتشات الاهم. فانت عندك مباراه الترجي كمان كام يوم، فدايما اي لعيب هيفكر في مباراه الترجي، وهنلعب في تونس ونرجع نلعب في القاهره ونهائي افريقيا وحلم كبير وبطوله كبيره. ولكن كولر وخالد بيبو بيتعاملوا بكل صرامه في هذه النقطه بالتحديد. قبل مباراه الاسماعيلي كان التركيز فقط على مباراه الاسماعيلي، التركيز فقط على الحصول على 3 نقاط. بعد انتهاء مباراه الاسماعيلي الكلام كان واضح لكل اللاعبين، ما فيش اي حديث يقال غير على حاجه واحده فقط، مباراه الجونه اللي هتكون بعد بكره، الحصول على 3 نقاط لمباراه الجونه، التكاتف من الجميع، التقريب من الجميع. حتى مستر مارسيل كولر قال كده في المؤتمر الصحفي برضه، يعني هو في المؤتمر الصحفي وجه كلامه قال لك انا بفكر في ماتش الجونه 3 نقط اللي جايين بس. مظبوط، وثلاث نقط مهمين جدا. ومشوار النادي الاهلي في الاربع مباريات من اول مواجهه الاسماعيلي الى مواجهه البلديه، الاربع مباريات مهمين جدا الاهلي يحصل فيهم على 3 نقاط في كل مباراه على حده. خلصنا من واحده باذن الله مباراه الجونه، ان مباراه صعبه جدا، والراجل النهارده حذر وفرجهم على بعض المقتطفات من فريق الجونه على نقاط القوه ونقاط الضعف. باذن الله باذن الله لو لعيب النادي الاهلي باذن الله نفذوا تعليمات كولر هنكسب باذن الله، ويضاف 3 نقاط جداد لرصيد النادي الاهلي عشان نطلع شويه في جدول المسابقه. طيب الاجواء بقى بعيدا عن النادي الاهلي في تنظيم نهائيات بطوله الطايره للسيدات داخل النادي الاهلي، احكي لي كده الاجواء شكلها ايه دلوقتي، خصوصا ان في ماتشات شغاله كمان في البطوله غير الماتشات الاهلي.
بص ما شاء الله زميل عبد الرحمن، يمكن البطولات ما بتخرجش بره النادي الاهلي، يمكن من اول بوابه ما تخش البوابه، بطولات في الصاله المغطاه الكبيره، بطولات في الصاله المغطاه الصغيره، الفرق اللي بتتجول في النادي الحديث مع الاعضاء، يمكن كل الفرق اللي بتيجي النادي الاهلي وبتشوف جمال النادي الاهلي وانشاءات النادي الاهلي وتشوف ملعب التتش وتشوف الاحداث داخل النادي الاهلي والشكل الجميل جدا والحضاري داخل النادي الاهلي، بيبقى كله منبهر باجواء النادي الاهلي. النادي الاهلي غير، النادي الاهلي يمكن النادي الاهلي اللي يمكن الاوحد في الشرق الاوسط، مختلف جدا، نادي على اعلى مستوى جدا، وما شاء الله كمان يمسك الخشب كل الفرق الرياضيه بتاعته كلها بتنافس على البطولات وبتحصل كمان على بطولات، فالاجواء كلها مرحه واجواء كلها سعيده بتدل على الجو اللي سعيد جدا داخل جدران النادي الاهلي المركز الرئيسي في النادي الاهلي بالجزيره. مشكورك زميلي شريف طبعا على الاخبار والاحداث الوفيه وتغطيه الخاصه من داخل مقر النادي الاهلي بالجزيره، المقر الرئيسي للنادي الأهلي.